أصدقائي دي نهاية الشتاء، احنا في آخر فبراير بس لسه السنو موجود. طبعا شايفين المساحة الكبيرة اللي متغطية بالسنو. Approaching a railroad crossing. مناظر جميلة جدا في كندا. طبعا في مارس بقى هيبتدي التلج ده يسيح، و وطبعا الشجر الورق بتاعه لسه مش موجود، بقى يبتدي ينبت. المناطق دي أصدقائي مناطق زراعية، مش أهلة، يعني ما فيهاش ناس كتير، يدوبك الناس اللي بتزرع في فترة الشتاء. أصدقائي الفيديو ده بنوضح فيه طبيعة كندا في الخريف من خلال أيام متتالية ومختلفة خلال أسبوع إلى 10 أيام. خريف كندا الجميل على الطرق والشجر حوالين المنازل. أرجو أن تستمتعوا بالفيديو مع قناة ميرو. النهاردة يوم من أيام الخريف، بقى الشجر اتحول للون الأحمر، وطبعا الخريف من الشهور الثلاثة الجميلة لأن بيبقى مفيش سقعة ولسه السنو منزلش. ألوان الشجر خرافة، بتبقى تحفة، بيتلون الشجر بالأحمر الأصفر الأورانج البرتقاني، وبيروح اللون الأخضر خلاص، وبعد كده بداية نوفمبر يكون الشجر ابتدى يتساقط وما عادش يبقى فيه ورق. هو ده خريف كندا، يوم جديد من أيام الخريف الجميلة في كندا. طبعا لو انتوا شفتوا الالوان، الوان الشجر الاصفر والاحمر، طبعا لسه في اخضر، هتلاقوا فعلا الجو جميل قوي. طبعا في برودة لكن نقدر نقول ان هو لسه جو مفهوش التلج او السقعة القوي او الجامدة. أصدقائي بيصادف شهر سبتمبر وأكتوبر بداية فصل الخريف مع هطول طبعا الأمطار الخفيفة المتكررة وتساقط الأوراق. Thank you.
هنشوف أصدقائي الخريف في كندا بالأشجار الجميلة بالألوان المختلفة، قد إيه جميل. النهاردة يوم ممطر، عايزين نشوف يعني الجو ايه بقى وأشكال الشجر. بعد أسبوع هنلاقي الورق هيتساقط، طبعا هيحصل أمطار وويند ريح، دي هتخلي أوراق الشجر تتساقط. قد ايه المنظر جميل، الوان البرتقاني دي واهو بتتساقط على الارض، الاوراق اوراق الشجر بتتساقط، قد ايه حلوة قوي المنظر. بكده وقع كل أوراق الشجر، وطبعا شايفين الأرض كلها الأوراق نازلة على الأرض، يبقى كده ابتدى بقى، هيبتدي بقى ان يكون في سنو وكده. وهو ده يعني الخريف من أول سبتمبر لغاية ديسمبر كده، كل التطورات دي تحصل في الشجر. وإلى اللقاء وتحياتي في فيديو آخر.